أعلن مجلس الوزراء أن منظومة الشكاوى الحكومية تلقت خلال شهر أكتوبر الماضي أكثر من 62 ألف شكوى وطلبا للاستغاثة. وأشار المجلس أنه تم الانتهاء من فحص ومراجعة عدد حوالي 61 ألف شكوى، حيث تم توجيه ما يقرب من 46 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وتم حفظ 15 ألف شكوى وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوي قبل توجيهها للجهات المختصة. وجاءت أعلى الوزارات استقبالا لشكاوي وطلبات والتماسات المواطنين وزارة التموين بنسبة 13% من إجمالي الشكاوي الموجهة، يليها وزارة التضامن الاجتماعي، ثم وزارة الإسكان، ثم وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية. دكتورة سماء، كنا نتكلم عن موضوع الشكاوي، كيف ترين وقراءتك لتعامل الحكومة مع منظومة الشكاوي؟ الحقيقة إن إنشاء منظومة الشكاوى في حد ذاتها هي بتعكس المسؤولية اللي بتتحملها الحكومة تجاه المواطن، وإن هي بالفعل بتستجيب بشكل كبير جدا للشكاوى اللي بيتم إرسالها. عايزة أقول إن زيادة العدد في هذا الشهر ل 62 ألف شكوى مقارنة بشهر أبريل اللي وصلت 48 ألف شكوى، ده دي دلالة مهمة جدا ان الناس اولا اصبح عندها وعي بالمنظومة الشكاوي اكثر من ذي قبل، ايضا لديها ثقة في هذه المنظومة ان هي قادرة انها تحل مشاكلنا. وبالفعل المنظومة حققت حالة الكثير جدا من المشاكل، وطبعا في تقرير ربع سنوي بيعرض على السيد رئيس الوزراء بالشكاوى ونوعياتها وتقسيماتها وايه ما تم حله يعني اولا باول. الحقيقة أن هذه المنظومة مهمة واستمراريتها مهمة، لأن هي بتستجيب لمطالب المواطنين، وأيضا هم هيدخلوا عليها خدمة أو تطبيق جديد اسمه في خدمتك، ده علشان بيكون أسرع للمواطنين أن هم يقدموا شكاويهم. بالإضافة أن في يعني زي وحدة للتدخل السريع وخاصة في حالات الطوارئ، ودي يمكن تعاملت مع حوالي 900 حالة لحد الآن. أنا شايفة أن منظومة الشكاوي واستمراريتها مهمة جدا للمواطن المصري.